مساء الخير. اليوم الرابع بتحدينا، طبعا هسه يلا قدرت اطل عليكم، باكر دوام، فتجهيزات الدوام مال البنات من جدول من لانش بوكس من تكملة واجبات و اليوم الحمد لله صمت تقريبا 16 ساعة. مثل ما شفتوا كسرت صيامي على، او راح تشوفون كسرت صيامي على راشي. كانت بلاعين الصبح كلش توجعني، فراشي وشاي بس. يا صباح الخير والنور والسرور. اليوم الرابع بتحدي مالتي. اليوم ايضا صبحت، الوضع ابدا مو زين، بلاعيمي بعدها، جيوب بعدها، حرارة عندي، فمحتاجة شيء البلاعيم شوية يهديها. هنا أنا عندي راشي، أو البعض يسموه هردة يمكن، أو طحينية، شو تسموها أنتو، بس احنا بالعراق نسميه راشي. طبعا أنا أحاول أخذه من مصدر موثوق قدامي يكون دين أثر بالمعصرة السمسم، وأكيد إجلاص الشاي ويا على مود يكون حار، وإن شاء الله خير. بعدها على الساعة 12:30 تقريبا حسيت بجوع. اللي سويته هي سلطة التونة، كلش سهلة كلش بسيطة، بس تونة، خس، فلفل أخضر، قطعتهم بإيدي وحطيتهم، ممكن رشة ليمون للي يحب. ما حطيت طماطة، كنت رايدة أقلل الكربوهيدرات مالتي اليوم. الطماطة أكيد بيها نسبة من الكارب، فما حطيت طماطة. بعدها شنو سوينا؟ خلاص بعد بلش الصيام على الساعة 7 حسيت بجوع، بس ما أكلت شيء، قلت خلاص أكمل إلى باكر إن شاء الله صايمة. حاليا الساعة مثل ما تشوفون 10 أو 11 إلا 3، كمل الشغلي، طلعت اتسوقت، بعدها الهوسة اللي وراي همينة باقي شوية من عندها. خطواتي لليوم اعتقد بعدنا ما مخبطين 10,000، يمكن وصلت قبل شوية بواعر 8,000 كسور. صراحة كلش نعسانة، ما اخذ فلو اوت، بس رايدة بعد اكمل كم شغلة قبل ما انام وبس. والله هذا اليوم هيجي كان. وجبتي لليوم هي سلطة تونة بأسهل طريقة، وأحلى ما فيها أنه أبدا ما استعملت سكينة أو شيء. خس قطعته بإيدي، فلفل أخضر قطعته بإيدي وحطيت عليه تونة. أكيد أفضل أنه أنت تأخذ التونة اللي تكون بالمي أو زيت الزيتون وبس. والله كلش سهلة كلش سريعة وكلش بسيطة، أكيد عليها رشة ليمون، يعني عصرة ليمون. ألف ها غدا البنات خلي أحط لكم إياها. اليوم كلته سهل كلته سريع كلته ما يحتاج وقت. البنات رادوا معكرونة باللبن، ححط لكم هي كل سهلة أصلا، ما يراد لها رابط وصفة، بس هم ححط لكم إياه. وأني قبلها همينة شنت مسويتها بطريقة مناسبة للكيتو دايت، مستعملة بيها المعكرونة الكونجاك، أيضا راح أحط لكم الرابط مالتها، تقدرون تشوفوا بصندوق الوصف. البنات رادوا معكرونة باللبن، هنا عندنا لبن حمست وياه ثوم، وهسه راح احط المعكرونه المسلوقه. طبعا اذا تحبون تزيدون القيمه الغذائيه الها، حطوا لها ممكن شويه لحم مثروم، كلش لطيفه راح تطلع. بس اني بناتي ما يحبون وياها لحم مثروم، يحبوها هيجي ساده، بس معكرونه ولبن وثوم واكيد ملح، طبعا ممكن ليمون اذا اطفالكم يحبون شويه الليمون بس. والله اسرع شيء واسهل شيء وهم زين يحبوها. اليوم الرابع خلص، هذيكي ورقتي اللي تشوفوها، هذيكي دا الون بيها شويه شويه بالمربعات. الحمد لله ان شاء الله باكر اصبح احسن. ان شاء الله خير. قريت شويه بالكتاب. اي نعم، وصلت للصفحه 62 تقريبا من مجموع 300 وكسور اي ثينك، بس اوكي انه اليوم قدرت اقعد اقرا شويه. يلا عيني، تصبحون على خير، احلام سعيده، تصبحون على واقع اجمل ان شاء الله. و
دكاترة اليوم الخامس. اليوم حملة على الملابس، أو خلينا نقول بالتحديد البجايم الشتوية والصيفية للبنات ويوسف. راح نطلع الموجود عندنا، اللي يرهم على توتة يرهم، الصغير على توتة راح يروح الليلي، واللي صغير على ليلي وممكن يفيد اليوسف بالمستقبل راح يروح اليوسف، واللي ما ينفع اليوسف اللي هو كلش بناتي وبحالة جيدة راح ينطي للناس. أما الصغير على يوسف باعتبار هاي مال يوسف، واللي تنفع تنطي راح تنطي. خلصت تعزيلة، فحصلنا على المجموعة البهارية اللي هي مال هذا الوقت. احنا بالشمال يمنا كسر الجو، فبالليل ويا السبلت يراد ردن طويلة، بدون سبلت حارة ويا سبلت باردة، فاذا نحولهم الى الردن الطويلة. فهاي شيخ يوسف، هاي ام عباس اللي هي توتة، وطبعا ليلي حصة الاسد لان اجتيها كم بجامة من توتة، فصارت ام جويسم عندها حصة الاسد. مال هذا الوقت كلش كافين يتداورون بيها على قد الليل، لان بالنهار لا، بالنهار عندنا حارة فلازم نصردن يعني. اما هنا هاي البيجامة يعني مثل ما قلت لكم تتحول من واحد الواحد ما دامها نظيفة. هاي البيجامة كانت مال توتة، وراها ليلي لبستها، وهسه شيخ يوسف.